فطر الصايم ولك مثل اجره شهر خير شهر رحمه يا راجين والسعيد اللي اغتنم زهر عمره بالحرم وصل لكل المودين فطر الصايم ولك مثل اجره فطر الصايم ولك مثل اجره بالحرم اجر كبير الله حي لكل السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا شيخ يا مرحبا الله يبارك كيف الحال اهلا وسهلا طيب الله يعافيك ويسر امورك حبيبي كيف اموركم فطر الصايم ولك مثل اجره فطر الصايم ولك مثل في الحرام وصل لكل صلاح بن قرجال شاعر عبد العزيز البويت كيف الحال السلام ورحمة الله شهر خير شهر رحمة يا راجين والسعيد اللي اغتنم زهر عمره بالحرم وصل لكل المودين فطر الصايم الله الله يجزيك سلام فطر الصايم يلا يلا حيوا شو اخباركم؟ الله يسلمك يا مرحبا يا مرحبا الله يحييكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا باحبابي واخواني ابائي وامهاتي اخواني واخواتي خلف الشاشات، يا مرحبا ويا مقربه ويا مسهله. اليوم برنامج الروشن 16 ومضت ايام وبقي ايام والباقي افضل مما ذهب. اسال الله ان يتقبلنا واياكم وان يجعلنا واياكم من عتقائي من النيران في هذا اليوم الفضيل. لله عتقاء من النيران، نكرر ونعيد هذه المسألة لعل يكون لها قلبا صائغ. الله سبحانه وتعالى له عتقاء من النيران ليليا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم والمتسابقين وضيفنا الحبيب منهم. اليوم 16 في فقرتكم فقرة سدرة ومع محبكم ياسر القحطاني نرحب بكم ونجدد بكم اللقاء مع ضيف جديد حبيبنا الشاعر الحبيب القريب من القلوب اخونا عبد العزيز الفويه. مرحبا الف الله يبقيك الله يحييك ابو عبد الله ومن يسمع. اشتقنا لك يا شيخ. الله يطول عمرك. اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا سعيد بتواجدي بينكم، اخو واعلامي ورجل قدوه، وكذلك اخواني الشعراء الموجودين. نسال الله ان يوفقنا واياكم ما يحب ويرضى، ونسال الله في هذا الشهر الفضيل ان يجعلنا واياكم من ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى في القول والعمل يا رب. وسعيد ان نطلع على المشاهدين الغاليين وفي هذه القناه الرائعه، وان شاء الله نقدم اللي يرتقي للذائقه. الله يسر امرك، ما يحتاج دائما تقدم الشيء الجميل وترى الجماهير عتبانين عليك. والله احنا غبنا للظروف طال عمرك، وان شاء الله ان نجيب اللي يرضي الجميع. الله يحييك. تحايل المطر ايضا نرحب فيه نجوم سماء وفيه نجوم الارض، واسال الله ان يكونوا نجوم السماء المتسابقين احبابي واخواني. الله يحييك اخوي عبد العزيز. يا مرحبا. الله يطول عمرك. الله يحييك. مرحبا يا شيخ، مرحبا يا ضيف. الله يعافيك. الله يحييكم تحيات المرء الجميع. الله يحيي اخوي ثامر. يا مرحبا. يا مرحبا بك ومرحبا باخينا الغالي. الله يحييك، انت مقدم الجديد ان شاء الله. ان شاء الله. على الساحه الله يوفقنا وياك. الله يحيي اخوي فلاح. مرحبا ترحيب الشيخ الشيخ ياسر. ضيفنا الكريم اسعدتنا وشرفتنا. الله يطول عمرك اخونا وليد. يا مرحبا. الله يبقيك ابو عبد الله. الله يحييك تحايا سيل انت وضيفك. الله يبقيك. انت زي القمر يا شيخ، زي البدر ما يطلع الا الله يرفع قدرك بين الحين والاخره، لكن اذا جاء بثقله بشر بسعدك. الله يحييك تحايا. يلا حي اخوي خلف. الله يبقيك. يا مرحبا يا شيخ ياسر. ارحب ترحيب. مرحبا بك انت وضيفك العزيز. الله يعافيك. يا مرحبا اللهم اسهل. الله يبقيك. ارحب يا اخوي جبر. يا مرحبا. كاني اشوف قافيه يا شيخ ومعلقات. يلا حلو. مرحبا ومساء شيخ ياسر انت وضيفك الغالي. مرحبا بكم مليون، شرفتونا ونورتونا. والله انا من الفقرات اللي نحبها جدا يا شيخ. الله يحفظكم ييسر اموركم، ونحن والله نحب تواجدكم ومشاركاتكم، واليوم تثرون باذن الله مع ضيفنا الحبيب. بادي ذي بدء، اتمنى من الاخوان اذا المتجر جاهز تعرضوه لنا. اعطينا
هذا أي يوم؟ اليوم هذا الجديد 10% ما شاء الله، وإن شاء الله نختمه سم 16 رمضان اللي هو اليوم 10%، وبإذن الله إننا نكمله. واليوم عندنا مفاجأة فلاح، خلك قريب في المفاجأة اللي بتجي بعد شوي. الله يحييك معلي. اللي شفته الآن هو 10% من المتجر في هذا اليوم الجديد، وتخيل بأن الله سبحانه وتعالى يختارك من ضمن الناس في هذا اليوم اللي قد تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأله ظنا به أن نكون أنا وأنتم وكل من قال آمين من عتقائه من النيران. يا أحبة، الله سبحانه وتعالى إذا علقنا القلوب